مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة مع مراسلتنا في الرباط فدوى المرابطي. إليك فدوى. بالفعل حطت قبل قليل طائرة العال الإسرائيلية بمطار الرباط سلا هذه الطائرة التي يتواجد بها كل من جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الجانب الأمريكي، وعن الجانب الإسرائيلي مائر بن شبات وهو رئيس مجلس الأمن القومي بإسرائيل، مرفوقين بعدد هام من المسؤولين الكبار بالدولتين. أيضا وفود إعلامية رافقت الوفدين في هذه الطائرة، وكان في استقبالهم بشكل رسمي السيد اليعقوبي وهو محافظ جهة أو محافظ مدينة الرباط وسلا. هذا الاستقبال يتوقع أن يتلوه أو تتلوه زيارة إلى ضريح محمد الخامس وهو مكان تاريخي هنا بالرباط للترحم على روح الراحلين الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني. بعد ذلك يتوقع أيضا أن يكون هناك أو يخصص استقبال للوفدين في القصر الملكي من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس. أيضا هناك أنباء عن جلوس أعضاء الوفدين مع نظرائهم أو مسؤولين مغاربة خاصة حكوميين من أجل التوقيع على مذكرات تفاهم تخص بعض قطاعات التي ستشكل أوجه التعاون المستقبلي بين المغرب وإسرائيل، لا سيما في مجالات الاقتصاد، الدبلوماسية، أيضا موضوع تدبير المياه وغيرها من النقاط. على أن تكون هناك في ختام هذه الزيارة ندوة صحفية لجاريد كوشنر ومائر بن شبات خلال نهاية هذا اليوم. هذه الجولة أو هذه الزيارة التي ستستغرق فقط هذا اليوم، وهناك أخبار على أن الوفدين سيغادران الرباط في ساعة متأخرة من مساء هذا اليوم. إذن هذه الزيارة هي تفعيل لقرار المغرب باستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية. المغرب يفضل أو لا يعتبر أن هذا الاستئناف هو تطبيع، لكن يعتبره عودة لنقطة التواصل مع الجانب الإسرائيلي، على اعتبار أنه كان هناك في السابق مكتب للاتصال بين البلدين وتم إغلاقه أو قطع العلاقات مع إسرائيل بشكل رسمي سنة 2002 عقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية. إذن هي هذه أبرز محاور هذه الزيارة. بالمقابل وقبل ساعة من وصولهم إلى الرباط كانت هناك تصريحات لجاريد كوشنر ومائر بن شبات، للإشارة مائر بن شبات هو إسرائيلي من أصول مغربية، كانت هناك تصريحات تمنت وكانت تشيد بالدور الذي يلعبه المغرب من أجل دعم مسلسل السلام في الشرق الأوسط، سواء في فترة الراحل الحسن الثاني أو اليوم في فترة الملك محمد السادس. واعتبرت تصريحاتهم أن الروابط التاريخية التي تجمع اليهود المغاربة سواء عبر العالم أو المتواجدين بإسرائيل، وللإشارة فعدد المغاربة أو عدد اليهود في إسرائيل من أصول مغربية تبلغ نسبتهم أزيد من 8%. هذه الروابط التاريخية سيتم اليوم تمتينها وتقويتها عبر فتح المجال للتعاون في شراكات اقتصادية وتجارية. وضحت الصورة فدوى. في صورة أوضح عن مضامين أبرز فدوى. فدوى المرابطي مراسلتنا في الرباط، شكرا جزيلا لك.